السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصه اخرى اللي غادي يكون الموضوع ديالها هو كيفاش ندير لامبلونطاسيون. اول حاجه خصها تطيح لك في بالك هي السؤال ديال اشنا هي لامبلونطاسيون. بعدا هي الاولى، الا ما كنتيش كتعرف اشنا هي لامبلونطاسيون راه عمرك اصلا ما غادي تديرها. اتفقنا؟ دونك اول حاجه اللي خصني انا نشرح لك هي اشنا هي لامبلونطاسيون، يعني نعطيها لك كتعريف. اتفقنا؟ فاش كنقول لوفي سيتادير كنهز واحد الحاجه من التيران، فين كنديها؟ كنحولها للبلان. اتفقنا؟ كذلك العكس، فاش كنقول لامبلونطاسيون سيتادير اش هي؟ ملي كتكون عندي واحد الحاجه في البلان وكنبغي اشنو ندير ليها؟ كنبغي نحولها للواقع. اتفقنا؟ دونك هذا نداء سواء للناس المبتدئين سواء الناس اللي خدامين في لا توبوغرافي. اتفقنا؟ دونك عافاكم، انا هذا نداء بين قوسين، تعاونوا مع الناس، تعاونوا مع الناس اللي كيعرف يولي الناس يوري الناس اللي ما كيعرفوش، وتبادل المعلومات راه هو الاهم. وهذا الفيديو هذا وصلوه لاكبر عدد ديال الناس كيهمهم الامر. اتفقنا؟ دونك نبداو على بركه الله. قلنا اول حاجه هي اش هي؟ نعرف اشنا هي لامبلونطاسيون. قلنا هي انني كنحول واحد الحاجه عندي في بلان سواء بيست سواء اكس دو بيست سواء تروتوار سواء ديروغار سواء كونستركسيون سواء لو سواء اي حاجه كنحولها للواقع. اتفقنا؟ الحصه ديال اليوم غادي نتخصصوا في واحد الحاجه اللي هي كيفاش ندير لامبلونطاسيون لواحد لو، يعني شنو هما المراحل اللي خصني نتبع. طبيعه الحال اول حاجه خصني ندوز منها هي المرحله ديال البيرو، ثاني حاجه هي المرحله ديال الكاداستر، ثالث حاجه هي المرحله ديال التيران، ورابع حاجه وختاما هي المرحله ديال الكونترول. اتفقنا؟ باش انك تعرف معايا شنو هما هاد المراحل الاربعه خليك معايا وكبر لي الشاشه وخليك مكونسونطري. اتفقنا؟ مزيان. دونك نبداو باول حاجه. اون فوا كيجي عندك الكليون كيقول لك بغيت ندير امبلونطاسيون، وركز معايا، الا جا عندك على اساس بغي يدير امبلونطاسيون لواحد لو، هذيك ما كتكونش الاسم ديالها امبلونطاسيون. ركز معايا، الامبلونطاسيون نتاع واحد البيكي سيتادير ان هذاك البيكي راه اول مره بغيت تدق، يعني اول مره بغيت نحط هذاك هذيك لابورن في ديك البلاصه. اتفقنا؟ ولكن ان هذوك لي لو كيكونوا ديجا دايزين فاش في البروجي دو لوتيسمون، فهمتي؟ كيكونوا دايزين في البروجي دو لوتيسمون. دونك اشنو غادي نسميوهم؟ غادي نسميو هاد المساله هادي غادي نسميوها بغيتابليسمون دي بورن. اتفقنا؟ اول حاجه خصني نديرها هي انني لوكاليزي المساله اللي بغيت انا نامبلونطي. اتفقنا؟ خصني لوكاليزيها مزيان. علاش؟ حيت كيجي عندي لو كليون وكيقول لي راه بغيت ندير لامبلونطاسيون لو رقم كذا كذا، لوتيسمون اسم كذا كذا، اللي جات في البلاصه كذا كذا، ياك. دونك انا شنو كنمشي كندير؟ كنلوكاليزيها في البيرو وكنهز الطياره وكنمشي للكاداستر. علاش كنمشي للكاداستر؟ باش نجيب ثلاثه ديال الحوايج اللي هما مهمه جدا. راه ما يمكنش ليك يا اخي انك تخرج للتيرا وما يكونوش عندك ثلاثه ديال الحوايج في الريتابليسمون. الحاجه الاولانيه هي الراتاشمون، والحاجه الثانيه اللي هي الكالكول دو كونتونونس، والحاجه الثالثه اللي هي البلون كادسترال. اتفقنا؟ البلون كادسترال كيبين لي التصميم ديال البقعه، شكون اللي حداها من هاد الجهه، شكون اللي حداها، واش حدا الطريق، واش ما حداهاش، كذا، والمسائل كامله. اتفقنا؟ مزيان. بالنسبه للكالكول دو كونتونونس كيعطيني لي كوردوني ديال شاك بورن. اتفقنا؟ كيعطيني لي كوردوني ديال شاك بورن، يعني اكس و ايغريك ديالها. بالنسبه للراتاشمون كيعطيني لي بوين اللي انا بغيت نخدم بهم، فهمتي؟ لي روبير ديالي. مزيان، انا جبت هاد المسائل هادو، يعني تعطوني في الكاداست خلصت عليهم او لا راكم عارفين، ودست الامور على ما يرام، فهمتي؟ دونك خصني نتنقل لعين المكان. دونك انا جوج ديال المراحل دابا دوزتهم بخير ومشيت وتحركت البقعه ديالي، وانا حمل معايا العتاد كله وما نسيت حتى شي حاجه. اتفقنا؟ مزيان. بالنسبه للماتيريال واش يمكن لي انني نخدم بالنيفو؟ راه امبوسيبل الحماق هذا انني انا نخدم بالنيفو ريتابليسمون دو بورن.
دونك بطبيعة الحال خص تكون عندي ستاسيون توتال، هادي الحاجة الأولى والأساسية، وتريبي وكان. فاش كنقول كان سيتاجيغ البريزم الفوقاني والجالون التحتاني، الجالون هي العصا ياك مزيان. تنهنايا الأمور راه واضحة جدا، دونك كأنني أنا تعطاتك أنت واحد لافير، وأنا غادي وكتعاود لي أنتايا كتقول لي أشنو تدار أشنو تدار أشنو تدار. اتفقنا؟ يعني انا درت هذا الشيء كله، عندي الماتيريال وجبت الراتاشمون، جبت لي دوني ديال البقعه، اشنو غادي يخصني؟ دونك باغي خصني ديبلاصا لعين المكان، مشيت اسيجي لعين المكان، اشنو خصني ندير؟ اول حاجه في اي بروجي وفي اي دوسي هي كنقلب على الراتاشمون. هادي راه ما يحيدهاش لك الطبيب يا اخي، ما يحيدهاش لك الطبيب. شتي تقلب على الراتاشمون راه حاجه ضروريه، ما يمكنش هادشي حنش اللي مقطوع عليه راسو، الا ما قلبتيش على الراتاشمون ما درتي والو. اتفقنا؟ دونك اشنو خصك دير؟ قلنا كتقلب على الراتاشمون، يعني كنقلب على لي بوين اللي عندهم اكس واكريك ديالهم. مزيان، نمشي نقلب مثلا لقيت، واش يمكن لي انني نخدم بوين؟ ما بغيتش ندخل في لي ديتاي، وانني غادي نقول لك لا، حيت ممكن نخدم ببوان، تكون بوان وباليز ونقضي الغرض، لان هادو كيتسموا القوالب كدا، مازال غادي ندوي على هاد المسائل هاجي. فهمتي؟ حنايا ندوي في حاله عاجيه، بوان وحده قضي الغرض لا، جوج قضي الغرض لا، خصني نلقى ثلاثه على الاقل. علاش؟ حيت كنستاسيوني هاد البوان، كنشوف هاجي هي الاولى، كنفيكسي فيها لا ريفيرونس. اشنو كندير في لاباري؟ كندير بحال بغيت نامبلونتي لي بوين الثالثه. اتفقنا؟ كندير بحال بغيت نامبلونتيها وكنشوف واش غادي تعطيني اكزاكت ولا لا. الا عطاتني اكزاكت طبيعه الحال راه كاين لا توليرونس، يعني 0.03 اونغولير و 0.10 سنتيم لينيير، يعني الا ما ديباسيتش هذا راه ما عنديش مشكل. اتفقنا؟ وكنمشي كنشوف لي شيمينمون شحال لا توليرونس فيهم وشحال لا فيرميتير ديالهم. مزيان، لقيت 3 بوين ديالي، المسائل كلشي ناضي، يعني الشيمينمون يعني الرطاشمون ديالي مخيره. اتفقنا؟ اشنو المرحله اللي غادي ندوز؟ غادي ندوز انني خصني امبلونتي او لا ريتابلي لي بوين او لا لي بورن ديال البقعه ديالي اللي انا جاي اصلا على ودها ياك. دونك خصني ندخل لاباري لي كوردوني تاع هادوك الربعه ولا سته ولا ثمانيه ولا عشره ديال هذاك اللو ياك. وفي الغالب تيكونوا اربعه على حساب لي لو، راه تيكونوا اربعه، مره تيكونوا خمسه، مره تيكونوا سته، يعني على حساب، ما عليناش. اتفقنا؟ دونك قلنا كندخل هذاك الشيء لاباري، كندخلهم على شكل كوردوني ياك. لاباري شنو كدير؟ كتحول ليك هادوك لي كوردوني مع الريفيرونس اللي عطيتيها. اشنو علاش كتحولهم ليك؟ كتحولهم ليك الكوردوني بولير. فاش كندوي على الكوردوني بولير، ما تقولش ليا انك ما كتعرفش لي كوردوني بولير. هو اونغل اي ديستانس، يعني فاش كنفيكسي انا في لا ريفيرونس اشنو كتقول لي لاباري؟ خصك تحول ب 20 غراد هكا وتمشي مثلا ب 50 متر، تما غادي تلقى لابور الاولانيه. فهمتي؟ وتحرك كذلك ب 100 غراد مثلا على لا ريفيرونس وتمشي مثلا 20 متر غادي تلقى لابورن الثانيه. هكذا ودواليك حتى كتامبلونتي المسائل كامله. اتفقنا؟ مثلا امبلونتيت لي بورن ديالي باربعه. المرحله الاخرى والاخيره اللي هي كتكون حاسمه بزاف هي اش؟ هي مرحله الكونترول. المرحله ديال الكونترول اشنو كندير فيها؟ كل واحد هو شنو، فهمتي؟ كل واحد هو شنو. حنا نحاولوا نعطيو لو ماكسيموم. كاين الحاجه الاولى هي الشيناج، يعني كنشد الشيناج ديالي، كنشد الغيبون وكنعبر. كيكون عندي البلون كاداسترال كنعبر بالكوتش، كنشوف شحال خص نورمالمون تكون عندي في الغياليتي. لقيت مثلا 7 متر كمثال، كنمشي للتيران كنعبر ما بين البيكو والبيكي كنلقى 7 متر. دونك مزيان، مثلا ما بين او بي ما بين 1 و 2 لقيت مثلا 5 متر، كنجي للتيران تلقى 5 متر. مزيان، كنعبر لي دياغونو. دياغونو هما هادو مثلا كتكونوا ا بي سي دي، الدياغونو هما الاقطار.
اتفقنا مزيان. هذه لا ميثود الاولانيه. لا ميثود الثانيه اشنو كتمشي كتجير؟ وهذه الصراحه هي اللي بريسي اكثر. البلاصه مناش امبلونتيتي ما كتبقاش فيها، فين كتمشي؟ كتمشي لبوان اخرى ياك، كتمشي لبوان اخرى من هادوك اللي شتيهم كريفيرونس. اشنو كتدير؟ كتلوفي هادوك الاربعه ولا السته ديال لي بيكي اللي انت امبلونتيتي، اتفقنا؟ انت هزيتيهم، كتزكي مع لو كليون انك ما نعطيكش لا تيستاسيون ديفينيتيف حتى نجي للكونترول ديالي ياك. كتعطي واحد لا تيستاسيون بروفيزوار، اتيستاسيون ديال امبلونطاسيون بروفيزوار، من وراها كتمشي كتجي للكونترول. شنو كدير؟ كتفيجي لاباراي، كتدخل داكشي الاوتوكاد وكتشوف واش لي كوردوني اللي لوفيتي هما نيت نفسهم اللي عندك في الكالكول دو كونتونونس. الا كانوا نفسهم يعني بلوز او موان 1 سنتيم وكذا وداكشي، صافي كتعطي السيد لا تيستاسيون ديالو ديفينيتيف، يعني كتشهد على راسك اولا كيشهد الانجينيور اولا كتشهد الشركه باللي راه هادوك لي بوين اللي تحطو هما اكزاكت في المكان ديالهم الصحيح، اتفقنا؟ وهنا كتساري المرحله ديال لامبلونطاسيون اولا ريتابليسمون دبور، اتفقنا؟ الى ذلك الحين يستودعكم الله، وفي حاله بغيتوني انني ندوي على شي حاجه اخرى اولا موضوع اخر خليوه ليا في التعاليق باش انني نديرو في الحساب. وتهلاو ليا فرصكم، وما تنساوش انكم تدعمونا بلايك كومنتير وبارتاجيو الفيديو بالنسبة للناس اللي كيهمهم الأمر. السلام عليكم.